وسهلا بكم من جديد ومواصلين معكم في رونديفو نوف. في هذا الجزء الثالث نستقبل يوسف شاهد رئيس حركة تحية تونس. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. نزيد نأكد اللي يوسف شاهد اللي يحضر كرئيس حركة تحية تونس، ما يحضرش كرئيس للحكومة التونسية. باش نحكيو على مستجدات حركة تحية تونس، على السباق الانتخابي التشريعي، كل هذايا بعد هذا التقرير. في سباق الرئاسية سابقة لأوانها، حل يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي ومرشح حركة تحية تونس في المركز الخامس بنسبة 7.38%، أي ما يقارب بال 250 ألف صوت من مجموع الأصوات المصرح بها. بعد التصريح بنتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، أعلنت العائلة الوسطية ومن بينها حركة تحية تونس تقبل رسالة التصويت العقابي للمنظومة السياسية القائمة ما بعد 14 جان في سلطة ومعارضة، وتعهدت الحركة بمراجعة خطابها إيجاد حلول لظاهرة التشتت. تشتت الصف الديمقراطي أدى إلى النتيجة هذه، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الناس الكل، ويجب تداركها في الانتخابات التشريعية. اليوم نحن نعيش في لحظة فارقة للعائلة الديمقراطية التي هي مطالبة بالتقاط الرسائل التي جاءت في الانتخابات هذه. مع أول ظهور إعلامي لرئيس حركة تحية تونس يوسف الشاهد، أطلق دعوة لتوحيد الصف الديمقراطي خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة من أجل تكوين كتلة برلمانية وسطية، وخص الشاهد منافسه في الدور الأول من نفس العائلة السياسية عبد الكريم الزبيدي برسالة خاصة. بالرغم اللي صار الكل الكلام الخطير اللي تقال عليه من خيانة الدولة ولا شنو، أنا باش نعمل روحي ماريتش من أجل تونس. أدعو سي عبد الكريم الزبيدي باش يجي يقعد معنا في الطاولة ونمنعه بلادنا ونتحدو. هو كهو برانسيبالمون سي عبد الكريم الزبيدي. دعوة الشاهد رد عليها عبد الكريم الزبيدي بتدوينة فيسبوكية ارفض فيها دعوة الالتقاء والتجميع، ودعا للتصويت فقط للأحزاب اللي ساندته في الانتخابات الرئاسية، بل وطالب الشاهد بالاستقالة. مطالب بالاستقالة 10 أيام قبل الانتخابات التشريعية، فهذا عمل غير مسؤول. وراه نذكر أنه في استقالة رئيس الحكومة، استقالة الحكومة كاملة بما فيها وزير الدفاع. لم تصدر حركة تحية تونس إلى الآن موقف رسمي حول تموقعها في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، غير أن أمينها العام سليم العزابي كان استبعد فرضية التحالف مع نبيل القروي وحزبه قلب تونس، فيما قال رئيس الحركة يوسف الشاهد عن قيس سعيد بأنه أستاذ قانون ومحل ثقة، لكنه أعرب عن مخاوفه من الداعمين ليه. المرشح قيس سعيد ما نعرفوش الحقيقة، ما عندناش معرفة كبيرة. أنا كشخص نشوفه كي الناس الكل، أعتقد نشوف فيه إنسان معناها رجل قانون وثقة إلى آخره، ولكن احنا ما نعرفوش الانتوراج هذا اللي حوله. نشوفوا الناس اللي حوله هذوما ينجموا فما بعض المخاوف. تخوض حركة تحية تونس غمار الانتخابات التشريعية بقائمات حزبية في 33 دائرة انتخابية، وتعهدت الحركة ضمن برنامجها الانتخابي بمواصلة الحرب على الإرهاب من خلال إحداث وحدة سجنية معزولة للمتورطين في قضايا إرهابية، وتوفير الحماية الاجتماعية لأسر القوات الحاملة للسلاح، ومقاومة الجريمة بإحداث سلك شرطة الجوار، وتركيز 100,000 كاميرا مراقبة في المدارس والمؤسسات العمومية، وتعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال توفير 10,000 مسكن للشباب، وإحداث برنامج وطني للإحاطة بالفئات الهشة ودعم الشباب في بعض المشاريع، والضغط على أسعار وإصلاح سياسة الصرف والجباية، ومكافحة التهرب الضريبي ودفع التحول الطاقي. اليوم وقبل يومين من موعد الانتخابات التشريعية، هل ستعلن حركة تحية تونس عن تموقعها في الدور الثاني من الرئاسية، أم أن ذلك مؤجل لما بعد 6 أكتوبر؟ وأي مراجعات قامت بها العائلة الوسطية لتجاوز خيبة الرئاسية واستقطاب الناخبين في التشريعية؟ يوسف شاهد رئيس حركة تحية تونس، قبل ما نحكيه على السباق الانتخابي التشريعي، قبل ما نحكيه على شكون باش تساندوا في الدور الثاني للرئاسية، يهمني أني ممكن ننطلق معك الحوار من مستجدات الساحة السياسية التونسية، وهذه الوثيقة التي انشرها موقع وزارة العدل الأمريكية اللي تخص تعامل مترشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي مع شركة أجنبية للوبيينج من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة التونسية. منذ قليل كما تبعت معنا استقبل قبلت عصام شابي أمين عام الحزب الجمهوري، استمعت أيضا إلى غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي. يهمني أيضا أني نسمع موقف رئيس حركة تحية تونس من الوثيقة اللي عملت ضجة كبيرة منذ ليلة البارحة. شكرا على الاستضافة. كما قلت، أنا جيت كرئيس حركة تحية تونس، فعلا وثيقة خطيرة، وثيقة خطيرة، ومعناها ما نجموش نقعدوا ساكتين على الشيء هذايا، وأنا كنت نبهت على هذايا
وكنت حذرت. وتذكر أنا مرة شفت خرجت قلت حذاري من المافيا هذه اللي عندها أذرع إعلامية وسياسية وتمويلات مشبوهة في الخارج، وهذا ربما جزء منه. على كل أنا شفت فما تحقيق، فما حزب الطيار قدم شكاية ويجب معناه ما نجموش نقعدوا ساكتين. هذا يمس بالسيادة التونسية، هذا معناه باش يثبت، هذا يمس بالسيادة التونسية وتأثير واضح على رغبة الناخبين بتمويلات معناها كبيرة. ولكن هذا كما قلت يدخل في إطار اللي أنا حذرت منه منذ فترات، وحتى القانون اللي حابين نعملوه باش نتجنبوا الأشياء هذه، والتمويل الخارجي، الإشهار السياسي لأخيري، هذا الكله معناها من الأشياء اللي يقوموا بها اللي حابين نتجنبوها باش ندخلوا في الانتخابات بتكافئ الفرص. ناويين تمشيوا للقضاء التونسي كما عمل غازي الشواشي؟ احنا ندرسوا في العملية هذه، ويمكن نجموا أيضا نقوموا بشكاية كحزب حركة تحية تونس لي معناها لي باش التوانسة يعرفوا، باش نوضحوا الامور هذه، ما نجموش نتعداو عليها الامور هذه مرور الكرام، كل شيء نشوفوا فيه ونسكتوا نعديو. انا وقت تحدثت منذ اشهر على شركه اسرائيليه صرفت 850 الف دولار قال عليها الفيسبوك، وانا راسلت الفيسبوك رسميا كرئيس حكومه تونس وقلت لهم راهو هذا يمثل خطر على تجربه ديمقراطيه ناشئه كيما نتاع تونس. وقتها حد ما سمع، تو عاودنا تحدثنا على الشركات الاسرائيليه هذه، وإن شاء الله ما يطلعش السيد هذايا ضابط المخابرات هذايا اللي يسير في شركة اللوبينج هذه هو يكون أيضا في علاقة مع الشركة الإسرائيلية اللي قامت بتشويه السياسيين في تونس وأطلقت حملات ثلب وتشويه. إن شاء الله ما يطلعوش هذوما مربوطين ببعض. يوسف الشاهد رئيس حركة تحية تونس، شنو موقفكم من هيئة الانتخابات؟ منذ قليل مصدر من داخل هيئة الانتخابات يؤكد لقناة التاسعة أنه الهيئة لا تتعامل مع وثائق مسربة على الفيسبوك، وأنها تتعامل مع القضاء، مع إذا كان يفتح الملف قضائيا وأحكام صادرة عن القضاء، وأنه غير ذلك تعتبره تشويش على المسار الانتخابي وما هيش باش تتعامل بتاتا مع وثيقة تعتبرها هي مسربة. هذا هو اللي وصلنا للوضع هذا، لأنه كل شيء نقعد وإحنا في كل إطار هذاك والبلاد ماشية في الشيء هذا. لأنه معناها شوف إحنا زادك معناها نرجع هنا، الحكومة أيضا مش تقعد ساكت على هذا، فما كتابة عامة وفما معناها وزارة في علاقة بالأحزاب، يلزمها تنظر في هذا وتطلب تمويل الأحزاب، ومعناها تجاوزنا السقف الانتخابي إذا هذا صح، ما نجموش نقعدوا ساكتين على هذا، يلزم نتحركوا، الحكومة يلزم تتحرك قضائيا وأيضا إداريا، يلزم تتبع العملية هذه وتتثبت أيضا من صحة المعلومات في علاقة بالدولة هذه، لأنه أعتقد وزارة العدل الأمريكية هي اللي نشرت هذه الموقع الوزارة. معناها زاد أشوف القضاء التونسي شككنا فيه، حتى القضاء الأمريكي تو باش نشكوا فيه. هو ما يلام على القضاء التونسي يوسف شاهد رئيس حركة تحية تونس؟ ما يلام شيء على القضاء التونسي. البطء في التعاطي مع هذه الملفات، معناها النيابة العمومية اليوم ملزمة أنها تتدخل فورا، لأنه نحكيه على مسار انتخابي، نحكيه على 10 أيام تقريبا تفصلنا على الدورة الثانية الذي أسيهم مهم جدا إنارة الرأي العام في قضية كبيرة كما هكا. البطء في القضاء يجب تعرفوا كيفاش الناس هذوما قاعدة تخدم، أكبر عدد ملفات يمكن في القضاة في العالم عند القاضي التونسي بصعوبات كبيرة يخدم بها، ونجيو احنا للأسف نلوحوا الكورة على القضاء في استهتار تام بالسلطة القضائية اللي هي سلطة مستقلة. وشنو المساج نعطيه فيه للشعب؟ معناها صوتوا على واحد في السجن، شبيه في السجن هكاكا، ثم السلطة جينا لوحنا الكورة للسلطة القضائية ونمارسوا عليها في ضغوطات، معناها هذا مش مقبول بصراحة. إذا نحبوا نبنيوا ديمقراطية، القضاء سلطة مستقلة بذاتها، وما عادش السلطة التنفيذية عندها حتى علاقة، مجلس أعلى القضاء يسير، وقاعدين نرسيه في المبادئ هذية. في اليوم إذا نعطيه رسائل معناها نتاع صوتوا على واحد في السجن، أنا معناها كان جات الأمور بيدي نقول لك بصراحة، لا كان جات الأمور بيدي، لا نحطوا هذايا في السجن قبل شهر السيد القروي في السجن، ولا نخلي واحد في السجن يترشح للانتخابات الرئاسية، باش من بعد نقعد أنا نحط البلاد في ورطة ونقعد وإحنا نصلحوا اليوم الورطة ونضغطوا على القضاء ويزمو يخرج. سامحني، هذايا كان عنده تحجير سفر منذ شهر جوان أو جويلي أعتقد، كان عنده تجميد أموال، ما تقبلش ترشح متاع شخص بالطريقة هذه، لأنه مش هذا الرسالة نحبوا نعطيها لأولادنا. قال لي واحد في السجون يخدم صديق، قال لي المرة جاية كل المرابيط والمساجين مش يرشحوا روحهم، لأنه شنو حلمه هو اللي في السجن يحب يخرج، أنت هك قلت له هذا تحت غطاء أنك مرشح للانتخابات الرئاسية تنجم تخرج. بصراحة استهتار بالقضاء، واحنا دورنا باش نحميو السلطة القضائية، إذا نحبوا نبنيو حقيقة دولة مؤسسات، خليو القضاء يخدم ويشتغل ويزيو مع الضغوطات ونهجوا ونجيشوا في لوبيات في العالم وفي
دول أخرى باش نضغطوا على القضاء التونسي، هذا غير مقبول بالمرة. نحترم قرارات القضاء، ربما بطيئة وقت يزمنا نعاون المرفق القضائي، ربما فما تحويرات لمجلة جزائية باش نسرعوا إلى خيري، ولكن مش نشكوا أي حاجة، نشكوا في القضاء. يوسف الشاهد، كنت تحكي منذ قليل أنك فسرت برشا للتوانسة، حذرت التوانسة من جميع المسائل هذه، لكن هل تعتقد أن التونسي اليوم أخذ الرسالة وفهمها واستوعبها؟ لا، انا احنا نحترم نتائج الصندوق، وقلت مهما كان احنا انا اول واحد كنت نهار لحد في الليل صرحت واعترفت بالهزيمه، لانه زاد ثمانيه للتغيير. التوانسه صوتوا امام صعوبات اقتصاديه واجتماعيه عشناها في السنوات الاخيره، صوتوا معناها لانهم معناها طبعا تونس عاشت صعوبات كما قلت. نحترم احنا الصندوق وسنحترم نتائج الصندوق نهار لحد مهما كان، لانه هذيك اللعبه الديمقراطيه. ولكن انا عندي مخاوف على بلادي، على تونس، نقولها للتوانسه الكل. طبعا مانيش انا فقط مسؤول في البلاد هذيا، الناس كل مسؤوله في البلاد هذيا ولازم تحمل مسؤولياتها، ولكن انا من دوري اني نوضح ونقول ونحذر هاوي ماشي البلاد، هاو المخاطر، هاو الصعوبات، بما اني سيرت البلاد هذيا في السنوات الاخيره. نجي سالي تفضل. واسي يوسف، انت معنى لومت على الناس اللي يلوموا على القضاء وعلى البطء كما قالت ملاك. ما فهم حد يظهر لي يشكك في القضاء التونسي ولا حتى في استقلاليته. مش ما فهم. اليوم جمعية القضاة أعتقد خرجت بيان ضد صحفيين في قناة منافسة، دخلوا ثلب وشتم. ما شفتوا البيان؟ مش ما فهم حد. هو ثم فرق بين التعبير عن الرأي الحر وبين الثلب، هذا متفقين فيه. هذا في بيان الجمعية أعتقد خرج اليوم. لكن هنا خليني باش نتحدث على، باش نعاود نرجع لك على قضية المرشح للدور الثاني نبيل القروي. يلام على القضاء في الملف هذا، أنه الشكاية رفعت من تقريبا من آخر 2016، رفعتها منظمة أنا يقظ من عام 2016، وهذا سؤال يعني طرحوه التوانسة. علاش من 2016 والشكاية قعدت يعني إلى حدود 2019 حتى لين قربنا للانتخابات التشريعية والرئاسية ليتم فتح القضية من جديد وإيقاف المرشح نبيل القروي؟ ويقال أن إيقاف نبيل القروي، وهذا تقال كلام وانت جاوبت عليه في فترة من الفترات، أن إيقاف نبيل القروي كان بقرار سياسي مش بقرار قضائي. شوف، نجاوبك بصراحة، قلتها راهو اش معناها قرار سياسي؟ معناها الحكومة أخذت قرار، يعني ثم إرادة سياسية وراء إيقاف نبيل القروي. معناها هذايا مرة أخرى استهتار بالقضاء بصراحة. اليوم رئيس الحكومة عاودها لا يعين قاضي ولا ينحي قاضي ولا يعزل، ما عادش انتهى بالقانون، السلطه ما عادش عند الحكومه والسلطه التنفيذيه، هذا انتهى، فنكونوا واضحين فيه. ثم مجلس اعلى القضاء الى اخره، فما هياكل تتصرف في المرفق القضائي، احنا ندعموا بالامكانيات، نحسنوا لهم اذا نقدروا، وما زلنا بعاد على ما شنو يلزم. هذا من ناحيه معناها استقلاليه القضاء. ثم نجيك من الناحيه السياسيه البحته. انا قلت لك البارح قالها الامين العام، راهو اكثر ناس تضرت من العمليه هذه هو انا كمرشح معناها للرئاسي. شنو هاني عاودتها تو، كان جات بيدي الامور، لا نوقفوا قبل بشر، كان جات بيدي، ولكن الامور بيد القضاء ونحترم القضاء، والقضاء يحكم على الملف، ما يحكمش القضاء شنو قال الاعلام ولا يبدو ولا قيل، يحكم اعتقد القاضي يحكم على الملف. فهذا اذا خذا القرار هذاك انا نحترم القرار. ثم السيد هذا الايقاف تم في اوت كما قلت، ولكن معناها ثم علاش تم تجميد الاموال وتم بقرار قضائي وتم معناها حتى تحجيل السفاره؟ لانه ثم ملف اعتقد، وهذا صار قبل، هذا صار في جوان ولا في شهر جويليه اخر جوان. فبالتالي معناها مانيش نحكيو على حاله نقدموا فيها كانه سجين سياسي واليوم نضغطوا على القضاء نقولوا له سيبوا، وهذه حكايه مبدا تكافؤ الفرص، يعني معناها ناخذوها وقت اللي نحبوا. فين تكافؤ الفرص؟ اليوم ثم مرشح عنده قناه تلفزيونيه، عنده عامين يتكلم فيها نصف ساعة في اليوم ويخاطب الناس بكل حرية، فما مرشح عنده جمعية يتلقى في الأموال من الخارج. احنا علاش عملنا قانون هذاك نتاع القانون اللي قلنا قانون لتكافؤ الفرص، قلنا راهو الناس الكل مش معقول واحد يترشح عنده تلفزة والآخر ما عنده شيء. هو تكافؤ الفرص، فصارت الهالة الإعلامية الكبيرة والقانون هذاك. هو تكافؤ الفرص يوسف، راهو كان المقصود به يعني مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية. نعرفوا اللي المرشح نبيل القروي عنده قناة تلفزية ويعني تتكلم من الصباح لليل، لكن مصداقية العملية الانتخابية واحترام
فصول القانون الانتخابي. هذا اللي خلى ربما من بعض الآراء يتحدثوا، وحتى رئيس هيئة الانتخابات جبد الموضوع هذا. أنا حبيت نسألك فيما يتعلق بقضية الحال، القضية المتعلقة بالكونترا هذا متاع اللوبينج اللي معناها المبلغ فيه بمليون دولار، وفما حتى دو كونترا آخرين يعني لحركة النهضة يرجع إلى سنة 2014، فما عقد آخر لجمعية عين سمحني عيش تونسي، معناها اللي بدأت جمعية وانتهت معناها حزب مترشح. نحب نسألك، شفت هذا القانون اللي عملناه هذا القانون عملناه احنا في شهر واحد لتكافئ الفرص لتفادي الوضع اللي خلطنا له. قلنا يا ناس راهو اللي يتقبل فلوس من الخارج ما ينجمش يدخل في العملية السياسية، لانه اللعبه معناها ما نتحكموش احنا شنو في الخارج والتمويلات. قلنا راهو اللي يعمل اشهار سياسي مش معقول. هذا الهدف نتاع القانون اللي حطيناه، واللي علاش قامت عليه الهاله الاعلاميه وهذه هاجوا علينا باش نوصلوا للوضع هذا، باش يخليوا الناس هذوما يترشحوا بطرق. تصور انت بالله، خليني اقول لك، كان يوسف الشاهد ولا تحية تونس خرجت لها 1 مليون دولار، وش يصير؟ وش يصير؟ راهي الدنيا قامت وقعدت مؤكد ولا احنا لحمتنا بنينا كل شيء معناها يتقلب عليه الدنيا هنا. لا، ويمكن الدولة هذه التونسية فيها لجنة تحاليل المالية في البنك المركزي، وفيها هيئات عليا للرقابة المالية تابعة لوزارة المالية، وفما هيئة أخرى تابعة لرئاسة الجمهورية. أنا نتساءل حتى كمواطن، وين ما الهيئات هذه، وين لجنة التحاليل المالية حتى على دور البنك المركزي أيضا؟ جستمون لجنة التحاليل في صلب البنك المركزي، ورئيس اللجنة هذه هو محافظ البنك المركزي، واللجنة هذه تراقب يعني لي ترانسفير درجون كل اللي داخل واللي خارج. سيد نبيل القروي متهم في قضايا تبييض وتهريب أموال وتهرب جبائي وتبييض أموال بالمليارات. طب وانت شديت في 1 مليون دولار، هما مليارات، هذا 1 مليون من يكون عشرات ولا آلاف المليارات. شنو هذا؟ عادي انت تتحكي مع واحد معناها متهم بتبييض الاموال، 1 مليون دولار او تبييض الاموال نحكيه بسوم كبار. دونك معناها واعتقد اجابه على سؤالك، البنك المركزي والكتاف سيرتينمون كو معناها القضاء معناها في اطار هذه القضيه قاعد معناها يتعامل معهم، معناها متاكد انه قاعد يتعامل معهم لانه هما السلطه اللي عندهم العمليه. يوسف الشاهد، بعد جمعتين تقريبا من النتائج الانتخابات الدور الاول بالنسبه للرئاسيه، هل استوعبتوا الهزيمه اللي انتم بيدكم اقريتوا بها؟ ومش هزيمه فقط تحيا تونس، لكن هزيمه العائله الوسطيه الديمقراطيه ككل. ونفهم حتى يظهر لي من كلامك وكانه فما دعوه للتدارك، ولا التدارك المساله والهزيمه في التشريعيه، وكانه زاد فما دعوه للفوتوتي كاريمون. الهزيمة يجب فيها معناها اللي صار يوم 15 سبتمبر فعلا معناها يجب معناها ناخذ المعنى من اللي صار، وهذا أنا حاولت مباشرة خرجت وعطيت نداء للتوحيد العائلة الديمقراطية، لأنه التشتت ضرب العائلة الديمقراطية، مشينا متفرقين والصندوق عطاها هكا. ثم معناها وعملت رسالة لعبد الكريم زبيدي رأسا ورفضها. رفضها، شوف هو اللي ما تلقاش الرسالة، مش هو معناها بعث رسالة إحباط للتوانسة الكل، العائلة هذية بما أنه رفض. شنو فهمت من الرد نتاعو يوسف الشاهد؟ أنا فهمت من الرد نتاعو معناها كما قلت، الرد ماهوش موجه لي أنا فقط، هو توجه برد في آخر المطاف للعائلة الديمقراطية الكل، والرد كان محبط لأني أنا دعيته برغم الخلافات، قلت له ويجا نقعدوا رفض. ولكن أنا اليوم وجيت هنا كمرشح كرئيس حركة تحيا تونس، أعتقد أنه حركة تحيا تونس مازالت تنجم تلعب دور، ما فماش كان النهضة أو معناها قلب تونس اللي معناها تحوم حوله شبهات فساد كبيره، فما بديل ينجم يمثلوا حركه تحيا تونس بالاغلاط والاخطاء ربما اللي صاروا في الوقت هذا القصير. وانا ساسعى حتى بعد 6 اكتوبر الى توحيد العائله هذه، اعاده تشكيل المشهد. مازال اليوم فما لازم نعاودوا نخموا ومعناها اونتيغ لي لوسون، لانه تونس ما تنجمش تتحكم بمعناها للاسف القوى هذوما ما يسمى بقوى الثوره اللي ما عندها حتى علاقة مش مستعرفة ربما بالدولة وتمثل خطر على النمط المجتمعي التونسي، أو معناها النهضة وحدها، أو معناها قلب تونس اللي معناها هو كان من المنظومة القديمة لمنظومة الفساد لعلاقة قرب من النهضة وعراب التوافق، وتوا ولو يقدموا هنا كوم لونتي سيستيم. منين لونتي سيستيم؟ هو من المفارق نتاع الحياة السياسية، أنا وليت من السيستيم والسيد نبيل القروي من لونتي سيستيم. معناها هو كان مع بن علي الله يرحمه وبونا الحنين الى مؤسس في النداء تونس في عمق المنظومه، الى عراب التوافق مع حركه النهضه. تو نحكيو على اونتي سيستيم، ما يلزمش نستبهلوا التوانسه. انا نقول حركه تحيا تونس لازمها تلعب دور،
وتقوم بالمراجعات الضرورية نتاعها، ولو الوقت قصير هي عمرها بضعة أشهر، وفي الفترة القادمة تطرح بديل على التوانسة، معناها العائلة هذه التقدمية. شكون اليوم مدين يديكم يوسف شاهد؟ احنا اليوم اعتقد والله معناها المراجعات اليوم نتقاربوا مع برشا ناس ربما وقوة ما كناش ربما نتقاربوا معهم. شكون مثلا؟ انا توا مثلا داخل بحذاك لقيت سي غازي الشواش وسي عصام الشابي تحدثنا هكا في ظرف دقيقتين، ينجم يكون علاش ليه؟ هذوما معناها الناس المبادئ في اخر المطاف. هو فقط الجزائري. انا علاش نسالك السؤال هذايا؟ لانه انتم توا مشيتوا للانتخابات التشريعيه، خلينا نقولوا مشتتين، كيفاش تعاودوا تعملوها اللمه هذايا والتجميع داخل البرلمان القادم؟ هذا هو داخل معناها اليوم يجب، انا قلت نعديو مرحله 6 اكتوبر التقييم. انا اول رساله عطيتها في المجلس الوطني لحركه تحيا تونس بعد 15 سبتمبر، قلت اليوم ماهوش وقت التقييم. علاش؟ عندنا انتخابات تشريعيه نركزوا عليها، هات نتجاوزوا العقبه هذه، واللي يلزم نكونوا موجودين ككتلة نتاع تعديل وكتلة عندها خبرة في تسيير شؤون الدولة وناس معناها وروح أخطأنا كناس الكل طبعا مانيش معصومين من الخطأ، ولكن يلزم أولا تكون موجودة في 6 أكتوبر. وهذاك علاش معناها قلت التقييم الصحيح والمراجعة الحقيقية تصير بعد التشريعية، ويلزم تصير مراجعات والأخطاء اللي صرنا، ويلزم يصير تنظيف، ويلزم يصير كل شيء. قبل من حيل الكلمة الحبيب وعجيلة، يلام عليك أنك صامت بعد نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية وأنت رئيس حزب. اليوم نحكيه على يوسف شاهد رئيس حركة تحية تونس. شوف انا اول واحد خرجت تكلمت يوم الاحد واعترفت بالهزيمه. اليوم فما ناس خسرت التو ومن وقتها تقريبا ما تكلمتش. لا تكلمت، خرجت في اذاعه، تكلمت في مجلس الوزراء كرئيس، رجعت نخدم لانه فما حكومه وفما قانون ماليه نساوه الناس، لازمنا نعديو قانون ماليه الاسبوع القادم بالدستور قبل 15 اكتوبر. رجعت نخدم لانه الدوله ما تنتظرش والحكومه معناها الاشياء مشاغل كثيره، ولكن انا اليوم موجود. حبيب عجينا تفضل. عندي سؤال مباشر في البداية ثم بعد ذلك هناك تفاصيل وربما في أثناء النقاش نجموا نتعمقوا فيها أكثر. السؤال المباشر اليوم، كي تكلم سي يوسف أنت على استخلاص الدروش من الانتخابات الرئاسية، بالطبيعة تتحدث على وجود زوز مرشحين. سمعناك اليوم واضح جدا أن تحية تونس لن تصوت لنبيل القرن، واضح معناه لن تدعو للتصويت إليه. من بين مظاهر استخلاص الدروس أن انتخاب قيس سعيد وجيانه في المرتبة الأولى دليل واضح على أنه المسار اللي المزاج العام اللي ماشيين فيه الناس اللي أنتم تتعاملوا معهم هو مزاج التغيير ومزاج الثورة. في حين أنه أول تصريح ليك على قيس سعيد قلت والله رجل نظيف أما الناس المحيطين حوله، واليوم تتكلم على قوى الثورة على أنها قوى غامضة، رغم اللي أنت سبق وأن تحدثت وتنرجعوا له الجملة هذه، قلت أنا ابن الدولة الوطنية التي عليها أن تستوعب الانتقال الديمقراطي والإنجاز الثوري اللي كان المفروض تستوعبه. لأن يختلف من الثمانينات حماية الثورة مش قوى الثورة. لا لا، ما الناس اللي حول قيس سعيد قلت غامضين، ما هماش غامضين، هما ناس منتصرين للانتقال الديمقراطي، منتصرين للثورة. اليوم رئيس حركة تحية تونس اللي يقول أنه يستخلص الدروس وأنه يريد أن يقدم نفسه باعتبارها حركة ضمن مسار الانتقال الديمقراطي والانتصار للثورة وتجاوز يعني منظومة لم تقبل الانتقال الديمقراطي ولم تقبل الثورة من داخلها، وانت قلت هذا واضطرت الآن أنا تقبله من خارجها. إلى الآن رئيس حركة تحية تونس يعيد كلام فيه استهجان لقوى الثورة أولا وللقوى الديمقراطية، وفيه تردد في إسناد عنوان رئيسي اليوم مترشح للدور الثاني اللي هو قيس سعيد عنوان رئيسي للتغيير والانتقال الديمقراطي. مش صوتوا القيس سعيد ولا حتى يبرز أنكم حركة استوعبتوا الانتقال الديمقراطي واستوعبتوا الثورة، ولا مازال عندكم نظرة معناها محترزة من هالتوجه الثوري ومن الانتقال الديمقراطي، وأنت تتحدث على من حول قيس سعيد اللي هم شباب مؤمن بالثورة ومؤمن بالانتقال الديمقراطي ونخب سياسية مؤمنة بالثورة ومؤمنة بالانتقال الديمقراطي وقالت للدولة الوطنية هذه منذ عقود اقبلوا بالانتقال الديمقراطي واقبلوا بالثورة. شوف انت تصنف الناس هذوما انهم هما قوى الثوره، حتى انا من قوى الثوره، انا جيت من الثوره، انا ما عنديش نشاط قبل لي في المنظومه. علاش تستهجن فيهم انت؟ انا ما قلتش، انا قلت ساعتبرك من قوى الثوره اذا كان قلت انا قابل. او شكون لك خلافي وانت شكون لك ساعه حللت الخطاب؟ شكون هم سي يوسف؟ هما رافضين الناس هذوما ما يسمى بروابط حمايه الثوره. روابط حمايه الثوره هم اللي حاول قيس سعيد يعني
جزء منهم الاثنين جزء منهم وان كان مقوله الروابط نفسها تناقش خلينا نصنفوهم بالواحد لانه ثم ناس دخلت للانتقال الديمقراطي ودخلت تحت الدستور 2014 شوف هاو شنو الخلاف يعني. كما قلت انا متفق ان الثوره اعتقد انها تواصل الدوله الوطنيه لكن هما رافضين الدوله الوطنيه شكونهم هذوما الناس مشاركين في الانتخابات وعندهم قائمات تشريعيه ويمكن يكونوا في مرتبه ثالثه ومنهم اللي ينافسوكم وقربوا لل سنة خراب تاع الدولة الوطنية أنا ما نقولش هذا خلافي معاه مش في الجانب من بعد أنا نقول ثم أشياء صارت قبل هذا تقييم للدولة الوطنية أي لا هذا تقييم حتى سي غازي وسي عصام اللي وقفت معاهم منذ حين يتحدثون على حصيلة سيئة للدولة الوطنية أنا ما نعتقدش حصيلة سيئة مش حصيلة ممتازة لا 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 واحد يقول خراب كان جات حصيلة سيئة راهو اليوم مش اليوم هذوما علاش ظهروا على خاطر شوف أنا ما نعتقدش أنه الحصيلة هذا اللي خلفني معاهم أعتقد ثم أخطاء خاصة في مجال الحريات والديمقراطية إلى آخره ولكن ثم صار حاجات صارت ما نجموش ننكروه في 60 سنة تعليم وصحة إلى آخره فما أشياء أنا نقول الدولة الوطنية هذيك هي المرجعية نتاعنا بالإدارة التونسية والمرأة إلى آخره ثم يجب أن ترقى الفضاء مهم في إطار مهم أن يكون واحد منتصر للثورة والانتقال الديمقراطي ينسب موقفه من الدولة الوطنية أنت تنسب ب 80% تقول المكاسب والآخر ينسب ب 40% لماذا تعتبر علاش تجرم فيه وعلاش شاكك أنت في قيس سعيد فقط لأن هؤلاء الشباب حول قيس سعيد لا علاش هذوما مش توانسة هذوما توانسة آمنوا ربما قبلك أنت بالانتقال الديمقراطي يجاوبك حبيب وعلي حقهم في الانتخاب وحقهم هذيك جابته الثورة ومانيش أنا باش نناقشوا وانتخبوا وأنا باش نعترف بنتائج الصندوق واعترفت بما ما عنديش مشكلة أنا نسأل فيك باش تساندوا قيس سعيد بوضوح أم لا شو أنا حبيت أقول لك ما نجمش نكون معاهم هذوما في تحالف مثلا لأنه فما خلافات عميقة شكرا هذيك سيوس يا حبيبي خلينا نسمعوا الإجابة بشكل مسترسل باش نفهموا الفكرة أنا أقول شوف احنا ما نجموش نكونوا مع الفساد والفاسدين وكل ما تحوم حولهم شبهات تثبت كل يوم وزاد ما نجمش انا نكون مع ناس تشكك فيها الدوله الوطنيه بالطريقه هذه كي تقول لي انت انا 80 وهو 20 ولا يشكك فيها الدوله الوطنيه، الدوله الوطنيه هي اللي هي اللي بنات التربيه والتعليم والناس هذوما قراوا بفضل الدوله الوطنيه وغيرها وغيرها وغيرها. وهي اللي فيها الاستبداد اللي انت ضده واللي انت قلت هذا خطا من اخطائها. هذا جزء من وجات الثوره وصلحت هذا ولكن اليوم زاد الثوره عندها استحقاقات اخرى اللي هي الاستحقاق الاقتصادي اللي هي القدره الشرائيه ومشاكل الناس والامور الاجتماعيه ولكن سينو هي خيبه المسعى. باش نرجعوا بالتوالي اليوم الاستحقاقات المهمه وانا خايف الناس هذوما مفهوم الدوله اذا يحبوا يحقوا الرفاهه للشعب التونسي مش بالشعارات وقت على العلاقه مع فرنسا ومع اوروبا وندرا شنو كيفاش باش تعيش والصداميه مع المؤسسات ورجال الاعمال واصحاب المؤسسات وتغيير النمط فما هذا يمنعك انك تساند قيس سعيد حركه تحيه تونس لم تساند قيس سعيد لهذا السبب حركه تحيه تونس باش تاخذ موقفها في مجلس وطني انا نحب نحترمه هذا ولكن انا نقول معناها شويه يوسف الشاهد شو هاو علاش بطار لانه يا ودي لونجو برانسيبال هي تشريعيه يلزم نهار لحد التشريعيه نكونوا موجودين انا إيه الناس باش تنتخبك في التشريعيه من خلال هذا الموقف من هذا الفرز اللي وقع سي يوسف الفرز اللي وقع هو خيارين خيار فساد وخيار لوبيات وهك تشوف انت الموقف من واضح خيار فساد انا كيوسف وخيار التغيير كيوسف الشاهد قيس سعيد من عنوان التغيير ضد الفساد وخلصت كل سياسيه غاليه اعتقد من الفساد هذا اللي انا حاربته باللوبيات هذوما يستحيل انا نكون في جانب الفساد والفاسدين ما تفهم اذا تقول خط قاعد تقول يوسف الشاهد اللي انت ضحيت معاركك مع الجميع شوف ضحيه لا انا تحملت مسؤوليتي من اجل الدوله الوطنيه ما خلقتش عداوات مع الكل بهذية بمحاربه الفساد خلقت عداوات مع المافيا هذية ونبهت لها المافيا هذية تسللت الى الدوله عبر بعض السياسيين عبر بعض النواب واليوم كي تشوف عدد النواب المطلوب رفع الحصان عليهم تفهم تسلت الى الاعلام قنوات اعلاميه مجنده تسلت الى الخارج عبر لوبيات ضغط وهذا كي قالوا لي انا سهلوني قالوا انت باش تمثل ديكتاتوريه طبعا احنا مهدين من الديكتاتوريه هذه المافيوزيه اللي حول كما قلت لك عندها اذرع تمويلات مشبوه وهنا كل يوم نكتشفوا والناس هذم ما يقفوا راه حتى شيء حطوا اموال ضخمه باش يفكوا السلطه في تونس وهذاك علاش انا عملت قانون نجم تسميه اللي هو معناه لتكافئ الفرص وباش اي نوقف العباد هذوما وكانت عليها كلفه سياسيه والناس قالوا لي واش تعمل في اي خويا ما نخليش التمويل الاجنبي يمول الانتخابات في تونس ما نخليش ناس ما نعرفهمش منين من برا يقبضوا في تمويلات تحت غطاء الجمعيات ومن بعد يدخل لي في العمل السياسي طلبت انا انه المرشح يقدم البتروا شنو معناها اليوم رئيس الجمهوريه ما يقدمش البتروا وما يقدمش انكيتيس فيسكال ومن بعد تونس تتصنف في الكافي
علاش تصنفنا في القوائم السوداء؟ مش تصنفنا لخاطر تبييض الاموال، واليوم تحبونا ننتخبوا واحد معناها اختصاصي في العمليه هذه؟ شوف راهو فما انكويرونس، وما يخوفوناش بربي حاجه اخرى، الفوت يوتيل باش نوقفوا النهضه يلزم نمشيو لا 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 لا، فما دوتر الترناتيف وفما بدائل اخرى، والذي ما عادش تنطلي سامحني في الحيله هذه. انا اعتقد تحيه تونس يلزم يمثل البديل هذا ويراجع روحه باخطائه بما مشاكله الى اخره. يوسف شاد، مازال لي تقريبا ربع ساعه من الوقت باش نحكيو على برنامجكم بالنسبه للتشريعيه، لكن باش نسكر موضوع نبيل القروي، هل بالفعل صارت ضغوطات على رئيس الحكومه بالاساس اجنبيه من اجل اخراجه من السجن؟ هل هذا صحيح ولا غلط؟ وايضا البارح سمعنا في ندوه صحفيه لبعض قيادات حزبه، حزب نبيل القروي، انه في صوره فوزه في الانتخابات باش يجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. شنو موقفك من هذا وهل هذا ممكن؟ كمل والبنك سنترال يكمل. شوف أنا سمعت، أنا استبشرت بخبر، سمعت أنه فاضل عبد الكافي في حال فوز قلب تونس باش يكون رئيس حكومة، استبشرت، ولكن يظهر لي داره في الحياصة توا. وسمعت حسب قيادي من قلب تونس أنه نبيل القروي باش يكون هو رئيس الحكومة، واليوم الصباح سمعت أنه رئيس الكتلة باش يكون سفيان طوبال حسب المعطيات اللي عندي. شو هذا يكون رئيس حكومه رئيس جمهوريه؟ انا اعتقد هذا يوري من الاشياء اللي من التخلويذ اللي ما نجموش نعيشوه واللي احنا مش قابلين. وبالنسبه للضغوطات الاجنبيه من اجل اخراجه من السجن؟ الضغوطات الاجنبيه لم تمارس ضغوطات بطريقه رسميه، يستحيل وهذا نرفضه، وانا ما كنتش نخليه. حتى دوله ما خذت موقف رسمي وجات علنت عليه ولا خرجت. بيان الاتحاد الاوروبي. لا ما ثماش ضغوطات جاو هذوك يراقبوا في الانتخابات. اما ما ثماش دوله رسميه، انا في تواصل مع الدول هذيا، ولكن شنو نقول، ثم دي جروب دو لوبي، ثم دي جروب دو بريسيون يضغطوا. يا اخي كي تشوف انت مثلا المقولات في الاعلام الفرنسي ولا النواب اللي خرجوا تكلموا، هذا كان النواب ما تخرجش تكلم، هو كان هكا قاعد جاي يتكلم على تونس، هذاك نتيجه الضغوطات ومراكز الضغط اللي هما يقع تمويلهم باموال طائله، وهما ياخذوا الموقف هذا للاسف ضد تونس. وفما تمويل وانا حذرت منه لنواب في البرلمان الاوروبي باش ياخذوا مواقف ضد تونس، وهذا غير مقبول، لعبه داخليه، شنو نقبلوا احنا دوله اخرى؟ وهذا راهو استباحه للسياده، مش مقبول. ليس هناك ضغط اجنبي رسمي، ما فماش، ولكن ثم دي سيركل دانفلونس دو لوبي موجودين، وهما يحركوا فيهم باش يضغطوا على تونس. يوسف، مرتين حتى ولو باش نسالك باعتبارك رئيس حركه تحيا تونس، مرتين الاتحاد الاوروبي يعمل تدخلات معناها فجه. تصريح نتاع النايب نتاعه اللي يتحدث على العائلات، وانا كنت تبات عليه وعايتنا الخارجيه عايتنا له بالضبط، وقلنا غير مقبول، وهاك سكت من وقتها ما عادش تكلم. والمره هذه البيان نتاع بعثه الاتحاد الاوروبي واللي قريب يقول القضاء نتاعكم يلزم يخرج السجينه ويلزم كذا، وليس المسألة. هناك رد رسمي من السلطات الرسميه. شوف البيان هذاك خرج اليوم، انا تو طلعت عليه وانا جاي، وتو نشوفه معناه اذا التزم انه يكون رد رسمي. هذا تونس دوله ذات سياده فصل اول الدستور، مش قابلين اي تدخل اجنبي ولو تحت طائله الانتخابات، وانه انتخابات شفافه. راهو اللي صاير استهتار بالسلطه القضائيه، انا هذا نرفضه، ما نحبش ندخل، وما نعرفوش احنا الملف بالتفاصيل، ولكن ثم قاضي اول وثاني وثالث كلهم نشكوا فيهم. راهو نبنيو في بلاد المستقبل، مش فقط للانتخابات هذيه، ما نشكوش في سلطه بالحجم هذايا. يوسف تفضل. نجاوب ما دامنا في المحور السياسي، مش عاود نرجعوا لحكايه السيستم تو النخب، وهذه معناها قراءه تقريبا محل اجماع تقريبا جل التوانسه. الناخبين التوانسه جزء كبير منهم وقت اللي مشاو يصوتوا نهار يوم الاقتراع قروا باش يعاقبوا مكونات السيستم، وانت واحد من رموز السيستم. طب انت كنت تقول انا سيستم؟ لا انت انا الوحيد اللي مسيت السيستم. انا الوحيد اللي مسيت السيستم، انا نحكي عن حرام الفساد وتقلب عليا السيستم، واليوم السيستم الكل قاعد يتكتل باش ينقذ روحه. طبيعي طبيعي، وهذا هذا قراءتي معناها، وهذا راهو جاي من الحزب اللي انت كنت فيه، معناها نداء تونس، معناها والقصه طويله. لكن اللي حبيت تقول السيستم مو منظومه الحكم، والعقاب الجماعي اللي 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 صار ما كانش لمنظومه الحكم فقط، صحيح، كان حتى حتى المعارضه للسيستم، وخاصه المعارضه اللي كانت في البرلمان كيف تعاقبت. يعني العقاب كان جماعي وشامل لمكونة السيستم والمعارضة بتاع السيستم. لكن في تفسير أسباب هالعقاب الجماعي هذا ثم إجماع زادة على جملة من الأسباب، أهمها أن فشل الأداء، أداء منظومة الحكم
فشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو اللي كان وراه العقاب الجماعي والنتائج المخيبة في الانتخابات الرئاسية. أنا قلت أنه طبعا التصويت احنا نحترم تصويت الناخبين والتصويت فيه رسالة للتغيير دون شك، ورسالة زادة جاية من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية اللي عاشتها تونس في السنوات الأخيرة، هذا ما ينكره حتى حد. عشنا جينا في وضع صعيب للأسف، تحملنا المسؤولية هذية، صعوبات كبيرة، حاولنا نخف وطأة الصعوبات على التوانسة، اجتهدنا في أقصى ما يمكن، وإن شاء الله أنا اليوم خلينا البلاد أعتقد في وضع أفضل من اللي خليناها أمنيا. أعتقد اليوم الأمن في مكافحة الإرهاب أفضل بكثير، في بعض القطاعات في السياحة والنسيج الأمور أفضل، الدولة ما عادش مهددة بشبح الإفلاس. احنا عدينا ميزانية 2020 الديفيسيت باش يكون 3% اللي هو نسبة معناها مقبولة، احنا جينا وقتها كانت 7%، تو حاليا 3.9 سنة 3.9 و2020 صدقنا على قانون المالية معناها في باش يكون في 3%، تونس خرجت من شبح الإفلاس. طبعا هذايا كيفاش صار باش عملنا هذايا؟ كان عنده كلفة، طلعنا في الديوانة، طلعنا في بعض المعاليم، التزينة باش عملنا هذايا، وهذايا تضحية للشعب التونسي. اليوم اعتقد بتجاوز بتحسن الوضع الامني في مكافحه الارهاب وتجاوز شبح الافلاس، يلزم ننظر لتونس كيفاش في المستقبل في الخمس سنوات القادمه نحطوا البلاد معناها حقيقه نوفروا رفاهيه للشعب التونسي. هوني مش قص عليك، انت ممكن تعطي في الارقام اللي ارقام ايجابيه تعطي في الضوء الاخضر، لكن هوني ما تشوفش روحك مسؤول على وضع تشتت العائله الوسطيه الديمقراطيه متسبب اللي متسبب فيها نتائج ربما فتره حكمكم، وبرشا ينوموا عليكم في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، يقول لك النتائج كانت نوعا ما مخيبة للأمال، تحالفكم مع حركة النهضة وأيضا ترشيح يوسف الشاهد لنفسه للانتخابات الرئاسية. شو نكمل دقيقة على هذه أهم شيء ذولي حتى للمشاهدين، وين ماشية تونس؟ احنا كما قلت حاولنا باش نطوقوا شبح الإفلاس ومعاش ورانا مكافحة الإرهاب، اليوم تونس خير، فما قطاعات تحركت، شنو هو المستقبل؟ المستقبل هو التركيز على الوضع الاجتماعي، لأنه فعلا معناها صارت صعوبات، الخمس سنين القادمة يجب أن نركز على الأمور الاجتماعية من صحة ونقل وتحويلات اجتماعية، تحويلات اجتماعية مازالت ضعيفة في تونس، ولكن باش تعمل هذا، واليوم نسمع في ناس تحكي على برامج تقول باش نخصوا برنامج اجتماعي 7000 مليار، منين نجيب الفلوس؟ أهم شيء اليوم، وأنا هذه مهما كانت الحكومة مهما كانت الأغلبية، هو اليوم توفير الموارد. منين مش تجيب الموارد؟ منين؟ وأنا نعطي كلكو بيست، أهم شيء هو مثلا إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، شكون باش يكون قادر على هذه في المرحلة القادمة باش يدخل موارد للدولة؟ فما كما قلت قطاعات تنافسية غير استراتيجية تنجم الدولة تتخلص منهم، والموارد هذيك تحطهم في التربية والصحة والتعليم مثلا. الطاقة اليوم مسألة الطاقة معناها يلزم نكثروا في الانتاج ونرجعوا الفوسفات باش اليوم اللي حاب يحكي على تحسين الأوضاع الاجتماعية. لا سمحني، لا هذا كلام قلته في بيان الحكومة وقت اللي تم تزكية الحكومة في مجلس النواب عام 2016، وقلته في 2017. لا مش صحيح، مش صحيح، أنا قلت ثلاثة حاجات في بيان الحكومة. أنا نذكر معناها أنا نذكرك في بيان الحكومة شنو قلت؟ قلت ثلاثة حاجات، قلت إن شاء الله عام 2019 مش نتنفسوا شوية. لا لا، وقلت حاجات أخرين، قلت إن شاء الله في 2019 تونس تكون آمنة أكثر، أعتقد اليوم آمنة في مكافحة الإرهاب أفضل. قلت إن شاء الله المؤشرات تبدأ تتحسن، وقلت خلق جيل سياسي جديد، وهذا اليوم لازم نشتغل. الضوء الأحمر اللي كان يشعل فيه يوسف الشاهد. كيفاش؟ الضوء الأحمر اللي كان يشعل فيه. نقول لك علاش فيه، الضوء الأحمر شنو هو؟ عجز ميزانية الدولة، راهو الدولة كانت ما عادش نجم تخلص للشهاري في 2017 و2018، كانت نجم ما عادش تخلص لجرايات التقاعد. هذا كان الخطر الكبير اللي هددنا، كيف جانا الخطر هذا خلينا كل شيء وقدمنا على ذلك. لكن العجز مازال كبير، عجز الميزانية 3%. لا مقبول. 3% مش شوية، وعندك عجز آخر في الميزان التجاري. لا، عجز الميزان التجاري هذا تحدي كبير، هذا قلت الموارد مثلا حق النوارة اللي باش يدخل في شهر نوفمبر باش يخفض 7% في العجز الميزان التجاري. وعندنا ان شاء الله صابه باهي عام جاي، على كل مش مشكل، ما التهديد كان هو على خلاص الاجور وعلى خلاص الشهري لروتريتي، هذا خرجنا منه. التهديد كان الارهاب، راهو ننساوش الارهاب، الوضع الارهابي، واليوم علاش احنا نقصنا في المصاريف الاجتماعيه؟ علاش؟ على خاطر الدوله في الخمس سنوات الاخيره صرفت برشا في الامن، وهذا واجب وهذا ضروري، صرفنا 15% سنه من ميزانيه الدوله لتامين الحدود ومكافحه الارهاب، وهذا كان على حسب شنو؟ كان على حساب القطاعات العمومية نستعرضوا بها. مش خايف يوسف الشاهد بعد 6 أكتوبر بعد هذا التاريخ؟ أنا بعد 6 أكتوبر أعتقد يجب أول حاجة التسريع بتشكيل حكومة في أسرع وقت، لأنه ما ننساوش الأمور واقفة منذ بضعة أسابيع، الناس كل في حالة انتظار، في حالة تعب، الناس تستنى، المستثمرين قاعدين يخزروا،
دونك اليوم اول حاجه هي تشكيل حكومه باش تمسك بزمام الامور، لانه كما قلت الامور تحسنت ولكن مازال صعوبات ما نقولوش ليه وتحديات كبيره. والتحديات علاش انا تخوف منين؟ لانه جينا في الحمله عطينا وعود للناس وخاصه الفئات الاجتماعيه الضعيفه وقلنا لهم باش نقلبوا لكم حالاتكم باش بنا موارد. انا علاش نحب نكون الحوار يكون بناء؟ انا نحب نعطي حلول نتاع موارد اي حكومه كانت لازم تقوم بهم، احنا ولا غيرنا ولا ما يهمش، يلزم الاغلبيه جايه تشتغل على توفير الموارد باش تنجم توظفها للامور الاجتماعيه. واليوم انا نعرف ميزانيه ناس تحكي توا، فماش واحد شاف الميزانيه نتاع 2020 باش يدخل يخدم بها. مو هذا اللي يخوفني، هالكلام الشعبويه، الناس ما تعرفش تسيير دولي بالدوله، راهو الدوله تتسير مش بالشعارات، تتسير بالامكانيات الموجوده وبالواقع. اللي حاب يعطي وعود يمشي يشوف شو مازال تقريبا دقيقتين من الوقت باش نرجع لك، لكن اولويات تحيا تونس بالنسبه للتشريعيه شنو تحبوا تصلحوا، شنو اللي تحبوا تعملوه ممكن ما خلطتوش تعملوه، النقاط الكبرى والمحاور الكبرى لبرنامجكم؟ تحيا تونس كما قلت تحكي على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي. احنا تحيا تونس بنينا برنامج واقعي انطلاقا من معرفتنا بدولي بالحكم، بالاشياء ما نجمناش نعملوها، بالعوائق اللي ما خلاتش معناها الاقتصاد التونسي يفجر كل المواهب نتاعو. اليوم فما عطينا سلسله من العوائق اللي لازم تتكسر عبر مشاريع قوانين، عبر تحديث العديد من الاشياء، الرقمنه، الاداره، الطاقات المتجدده، هذوما دي بيست امبورطون باش نوفروا موارد للدوله كما قلت باش نجموا نصرفوا. يلزم الدوله تصرف اكثر في الفتره القادمه للفئات الاجتماعيه الضعيفه. علاش؟ اليوم عندنا نسبه فقر 15% مرتفعه، حتى باش نبنيوا ديمقراطيه معناها الناس هذوما للاسف تمت المتاجره بضعاف الحال، هذا مش مقبول. فيلزم الخمس سنين الجايه نركزوا على الحالات الاجتماعيه ونستخلصوا العبر نتاع الانتخابات هذه لتونس، لمصلحه تونس. هذه مهما كانت الاغلبيه ومهما كان شكون يحكم اليوم، باش البلاد هذه معناها تنظر للمستقبل لازم توفر معناها المرافق العموميه الدنيا والرفاهيه للمواطنين نتاعها. ناخذ مداخلات ناجي وحمد. اكيد راك سمعت رئيس حركه النهضه وتصريحاته وراشد الغنوشي في الايام الاخرى اللي قال انه عرض عليك، قال عرضت على يوسف الشاهد دعم الحركة ليه لكنك رفضت، قلت له نأجلوا التحالف أو الحديث عن التحالف بعد الانتخابات. وفي حديث رئيس حركة النهضة كان ثم تنكر لهالخمس سنين هذه وتنكر للتوافق، وقال معناها ما معناه حتى بصريح العبارة أنه الفشل يعني اللي صار وكل ما صار في الخمس سنين هذم النهضة ما هيش مسؤول عليه. نحب نسمع رأيك في الكلام هذا. شوف معناها انا طبعا رفضت، وربما شفت كان جيت انا علاش نحب انا نقول لك علاش. علاش؟ خاطر مانيش في نفس العائله. انا اسهل شيء كنت نقبل دعم النهضه، راني تعديت ولا حتى عمليه حسابيه كي تحسب اللي جابه فتح مورو واللي جبته انا نتعدى يمكن حتى الاول. يعني كنت لازم تكون العصفور النادر نتاعنا. ولكني رفضت لاني عندي مبادئ ولاني جاي من عائله مختلفه من حركه النهضه. اليوم الناس اللي تدعي انها باش تكون ضد لحركه النهضه هي اللي عملت التوافق. نبيل القروي هو عراب التوافق، فو با لوبلي اون دي لي شوز كليرمون. ولا مانيش يوسف الشاهد، يوسف الشاهد جاء رقى التوافق موجود وطلب منه باش ينفذ وثيقه كرتاج. فبالتالي معناها اليوم هذا 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 الواقع. ما نغلطوش الناس بحكايه الفوت يوتيل للحزب الفلاني، لا مش صحيح. دونك انا اليوم رفضت لاني من عائله سياسيه مختلفه، مانيش كيف كيف. تحالفنا في اطار حكومي وكما قلت ما ثم حتى اتفاق استراتيجي ما بيني انا وحركه النهضه، وهذا اثبتته الافعال بالرغم من كل الشيطنه اللي صارت من قرطاج اثنين الى اخره، الى كله صار في اطار لعبه سياسيه. ولكن راك تشوف علاش حسب رايك نخدموا ما عادش عندي برشا وقت نجي خليوا المجال لحبيب وعجيله وامام ديجا احنا ديباسي الوقت المحدد لنا. ما نجمش يقول انا يوسف اعتمادا على اللي كنت تقول فيه توا في مساله التوافق والعلاقه بحركه النهضه ومقوله العائله هذه. نحب ديما نرجع للجمله الاساسيه اللي نعتبرها جمله مركزيه في علاقه حركه في البلاد كان حكايه العائله زين من العائله. ايوه بالضبط، حركه تحيا تونس اللي هي جملتك اللي قلت اللي انت بطبيعه الحال منتصر للانتقال الديمقراطي وللثوره. وترجع الان وقت اللي يسالك على حركه النهضه واحنا من عائله اخرى وهما من عائله اخرى، وتتحدث انت على تشتت العائله الوسطيه وتقول ثم حوارات، وتدخل في حوارات مع اسماء
لا يمكن أن تكون منتصرة لما قلت أنك أنت تنتصر له حركة تحية تونس تنتصر له اللي هو الاعتراف بالانتقال الديمقراطي والاعتراف بالثورة. ذكرت الزبيدي وزبيدي معروف معناها في مواقفه من الثورة والانتقال الديمقراطي وتوجهاته الانقلابية. الكوادر السياسية اللي اعتمدت عليها حركة تحية تونس صحيح ثم اسماء جاية من الحراك المعارض اللي عارضت الاستبداد وقوى ديمقراطية، لكن عندكم كوادر سياسية جاءوا قفزوا عندكم وقبلتم بهم وهم بالضرورة ما ينجموش يكونوا في السياق هذا متاع الانتقال الديمقراطي والثورة وما ينجموش يكونوا حتى في سياق حربك على الفساد. ما نحبش نذكر أسامي لكن عندكم رؤساء قائمات أو رئيس قائمة معروف محمول على هذا الشيء اللي أنت تحارب فيه. هذا كله يخليني نسأل حركة تحية تونس بالإضافة إلى سؤالي اللي ما جاوبتنيش عليه على قيس سعيد، هل أنه حركة تحية تونس قررت، أنت قلت كنت نحكي مع عصام وغازي ولقينا حاجات مش بعيد، هل قررت حركة تحية تونس أنها تكون في سياق الحركة الديمقراطية المؤمنة بالثورة بعيدا على هذه التصنيفات الإيديولوجية وإسلام سياسي وعائلة ما ندري شنو، وقررت أنها تمشي للديمقراطية ولا ما زلت مشدود لما يمكن أن نسميه بمنظومة الدولة القديمة اللي جزء كبير منها ياسي يوسف ضد الديمقراطية وضد الثورة؟ بالنسبة للمرشحين على حركة تحية تونس واللي إن شاء الله يصبحوا نواب شعب، أي، أنا متفق معهم. حتى حد ما هو باش يتمسك بالحصانة إذا عايتوا القضاء، مش كونوا واضحين هذي، على الأقل نسكروا ملف هذي علاش تقبل فيه إذا كان ثم شبهات؟ لا على خاطر هما شبهات وقالوا عليهم ولم يثبت شيء. يا أخي الناس كل تتهم في الناس كل في البلاد هذه، حرب الكل ضد الكل على كل. بالنسبة اللي قلته أنت كله صحيح نشاطر حركة تحية تونس، هذاك علاش قلت يوم أنت لكن من الفترة القادمة ستتم مراجعات ويلزمها تتنظف ويلزم معناها نشوفوا اللي خاطر كما قلت كونت في فترة معناها قصيرة ودخلت مباشرة في التحديات، اليوم يلزم مراجعة بما في ذلك تنظيفات توضيح الخط السياسي متاع الحركة هذية، تتفاعل مع النتائج الانتخابات. وهذا أنا كحركة زادة شبابية وربما فما ناس يلزمها تغادر وبش تغادر معناها هذية، وإحنا ما نقولوش معصومين من الخطأ، صاروا أخطاء وتصير المراجعات على أسس صحيحة. لكن توا فما تحدي متاع التشريعية يوم 6 أكتوبر، يلزم الحركة هذه تكون ممثلة بالبرلمان بكتلة للتوازن السياسي في البلاد، باش ما نقعدوش ما بين هذا وهذا وما ثماش ونرجعوا في كما كنا للتوافق المخشوش. فبالتالي يلزم اليوم يكون هناك حركة وسطية تقدمية كما تحية تونس عندها خبرة في الحكم اللي باش تكون محددة في الفترة القادمة، أنه الناس كل هنا كما قلت ما عندهاش خبرة بتسيير دولي بالدولة، أعتقد هي فترة حساسة الفترة القادمة والمراجعات لازم تصير في حركة تحية تونس. يوسف الشاهد، إمكانية التحالف مرة أخرى مع حركة النهضة بعد 6 أكتوبر ينجم يصير أم لا؟ واليوم حتى كيفاش يوصف يوسف الشاهد علاقته بالحركة؟ أنا علاقتي بالحركة اقتصر معناها كانت علاقة في الحكومة. أنا جيت في وثيقة كارتاج، هذه ديما نذكر به وبالرغم اللي صار كله، جيت في وثيقة كارتاج لقيت حركة النهضة والأحزاب الأخرى والمنظمات المجتمع الاجتماعية وقالوا لي عندك 5 نقاط باش تنفذهم، هذه علاش جيت أنا. ثم وقتاش صارت الحكاية هذه؟ في كارتاج اثنين وقت اللي كنت في خلاف مع ابن الرئيس والرئيس حول بقاء الحكومة. وأنا باش نعطيكم حاجة، باللي كان تحت الحكومة في 2018 اي كانت باش تصير حكومه اخرى من غير النهضه، ما ثم حتى حكومه في تونس صارت من 2011 دون النهضه. جينا في حكومه يوسف الشاهد ردينا يوسف الشاهد نتاع النهضه، هذه شيطنه سياسيه والعركه السياسيه ما عندها حتى علاقه بالواقع. فرديت الفعل انت هو اللي تحب تثبت لا ما كان تهمه للتوافق مع حركه النهضه. انا ناكد رغم اللي العنوان نتاع الديمقراطيه هو القبول بالاسلاميين، انا ناكد لك اليوم او كلهم يقولوا مش باش يحكموا مع حركه النهضه وانا هما هؤلاء الاولانيين واحد هاتوا نشوفوه حاسبوهم بعد انت ما تعتبروش عيب اذا احنا شوف كي تسير الدوله ماهوش عيب. اما انا من اليوم نرقى العائله السياسيه نتاعي موجوده نحكم على العائله السياسيه نتاعي اللي تشبه لي على التقدميه، العائله الوسطيه، العائله اللي تامن بالدوله الوطنيه واللي كما قلت تعتبر الثوره هو مسار معناها عادي نتاع التواصل عادي، نحكم على العائله هذيك. الاسلاميين ما تعتبرهمش مشاو في الاتجاه نتاع ديمقراطه وتحديث وقبول بالدوله المدنيه واصبحوا طرف اساسي في العمليه الديمقراطيه. مازال مطالبين بمجهودات اكثر، مازال مطالبين كما المطالبين القدم بمجهودات اكثر في الديمقراطيه. مطالبين طبعا، احنا زاد عندنا اخطاء ومطالبين حتى العائله التقدميه مطالبه بمراجعات في مكافحه الفساد، زاد نقولها بصراحه. إذا تلقى لأنه الفساد نيدا تونس مثلا صارت المشكلات. إذا تتحطوا في الوضعية اللي تحطيتوا فيها
تقريبا نفس السيناريو معناها في بعد انتخابات 2014 انتم وحركة النهضة وربما بعض المكونات الأخرى من العائلة الوسطية، هل سيقبل تحية تونس أنه يحكم جنبا إلى جنب مع حركة النهضة ولا؟ شوف أنا إذا اقتضت الضرورة هذا ما نتوقعش والحسابات نتاع المقاعد وال109 وتسكية الحكومة. أنا شوف أنا جاي من تجربة حكم واقعي، ما نتوقعش ما نتوقعش أن حركة تحية تونس باش تكون في حكومة فيها حركة النهضة، لأنه معناها مطلقا نقول لك مش خطاب انتخابي هذا سيوسف بضرورة معناها توجيه وجود فرز الانتخابات. الانتخابات ربما حسمت هنا تروا جور ليش ما أنا اليوم جيت نعطي رسالة نحب للشعب التونسي نقول لهم راهو مش هذه المشكلة أنه النهضة تكون في الحكم ولا راهو البلاد هذية عندها تحديات حتى حد. أنا نقول نرجع سامحني في مسألة تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص أعتبرها نوع من معناها سامحني في الكلمة جريمة في حق الناخب اللي باش يمشي نهار لحد يصوت. حتى حد ما يحكي على البرامج وكيفاش نحسن وضع التونسة، الديبا اليوم تكافؤ الفرص. طيب يا سيدي مهم تكافؤ الفرص، شكون عطا برنامج ضد برنامج باش المواطن يعرف شنو يصوت يوم 6 أكتوبر باش ما يغلطوش بور لا انيام فوا ويقولوا له باش نعملوا 7% نمو؟ هذا اليوم الديبا اليوم للأسف صراع برامج، ما فماش صراع برامج. مطمئن اليوم لمستقبل البلاد يوسف الشاهد؟ عندي مخاوف، عندي مخاوف جاية من تسيير الدولة 3 سنوات، لأنه تو شوف الكلام سهل وش بيك عملت هكا وش بيك شنو تتمثل المخاوف؟ شوف أنا شوف احنا عشنا صعوبات كبيرة ياسر، صندوق النقد الدولي معناها مفاوضات اجتماعية عسيرة، معناها أزمة سياسية خانقة، الحزب الأول انهار، اليوم إذا ثم تشتت في الصف الديمقراطي هو من الانهيار نتاع نيدا تونس اللي تفكر في 5 و6 أحزاب، هذايا اليوم ماهوش مؤشر. شنو المخاوف؟ مخاوف انه كما قلت لك اولا انا خايف لما تشكلش حكومه، وهذا راهو تونس ما تنجمش تحمله وهذا الفتره القادمه. ها وهذا وارد، وهذا وارد هذا، وتونس ما تنجمش تحمل تقعد كما دول اخرى بالاشهر من غير حكومه، لانه فما لازم يخلصوا الشهري ولازم يخلصوا، راهو هذا ما تحديات كبار يمكن يظهروا بسيطه المواطن. فما صعوبات، انا كيف جيت في 2016 و2017 نتذكر اشهر معناها باش وصلنا خلصنا الاجور كانت صعوبات كبيرة وخليني ساكت، فما برش صعوبات ولكن نجحنا في هذا الحمد لله يا رب. دوك فما مخاوف على المستقبل، فما تصورات متاع قوى سياسية في علاقتها مع الواقع رافضة الواقع وتعتقد أنها باش تغير بمجرد شعارات وغدوة باش تصطدم بالواقع ذا، باش تدخل في خلاف ربما مع الصناديق الدولية المانحة، باش تدخل في خلاف مع بعض الدول اللي عندنا معها علاقة، باش ترفض الواقع هذا لأن يعني بين ظفرين باعت للناخبين نتاعها واقع آخر وباش تكون غير قادر على تنفيذه. وهنا خايف ما كل مره تسلم الجره. انا نشوف في تونس معناها في دول المتقدمه يمكن ثم اليمين واليسار، في امريكا للريبوبليكان للديمقراط، في تونس صارت فتره ربما قوى الثوره بعد 2011 حكمت ثم رئيس بيجي قايد السبسي كان تذكره جاي على هيبه الدوله واعاده الدوله 2014، ثم سنة ثم زاد نوع من ربما لو سيكل اللي كوم سا في تونس، ولكن البلاد مازال المؤسسات ماهيش مستقره بالدرجه هذه باش تقبل التداول هذا بطريقه سلسه كما يصير في دول اخرى. نفهم من كلامك يوسف انكم وكانكم بطريقه غير مباشره رافضين هالموجه الجديده اللي معناها اللي ظهرت في الدوره الاولى، الدوره الرئاسيه الاولى، وربما الموجه معناها المنتظره في الانتخابات التشريعيه الحاملين لما يسمى بالخطاب الثوري واستعادة روح الثورة. وحتى حركة النهضة مسندتها لقيس سعيد جاءت في الإطار هذايا، هو استعادة واستحضار الثورة وخطاب الثورة، وكأنكم متخوفين. أنا نقبل نتائج الصندوق مهما كانت، ولكن من دوري كمسؤول زاد أني نحذر على المخاطر، لأنه تسيير الدولة مش بشعارات الثورة، تسيير الدولة اش عندك في الكاسة واش عندك في الميزانية اش عندك دفعات هذا الواقع، وهذا باش تصطدم به أي حكومة. راهو أنا هذا اللي مخوفني، لأن يعني نشوف في شعارات فضفاضة إلى آخره، وجربنا التجربة بعد الثورة والشعارات هذم ما عطاوش في الحقيقة، لأنه يعني ثم صعوبات وثم وقت وخذوا قرارات صعيبة وتركة كبيرة ياسر نتاع الفترة هذيك. فبالتالي اليوم أنا نحب نوعي زادة، ومن دوري أني نصارح الشعب التونسي بالصعوبات اللي ما زالت، وفما تهديدات وفما مازلنا الوضع الارهابي مازال مش مستقر، الوضع الاقليمي سيء، ما هذا الكل يوسف شعارات الثوره هاي ظهرت هي اساسيه وانت عبرت عليها بشكل من الاشكال، مقاومه الفساد، استقلال القرار الوطني ومحاوله الحد من
رهن استقلال القرار الوطني. أنت منذ حين وأنت تنتقد في المرشح الثاني والسياق اللي يصعد فيه عبرت بشكل أو بآخر على أنه شعار الثورة هي الصحيحة، يعني مقاومة الفساد، رفض الضغط الخارجي واللوبيات الخارجية، التعامل مع القوى الخارجية من موقع استقلال قرارنا والند للند. شعارات هذه سؤال هذه أنا شعارات هذوما يلزم تكون قابلة للتنفيذ في الواقع، ويلزم تكون تتزامن مع نوع من البيداغوجية اللي ماهوش قاعد يصير في مستوى الأحزاب. لازم نفسروا لعبادنا ولشعبنا علاش عملنا هكا، وعلاش الحكومة قلصت في الدعم المحروقات مثلا، وعلاش زادت في التيمام. ما ثماش حكومة تجي تزيد هكا، لانه هذاك باش نزلنا نخلصوا الاجور وباش نزلنا نخلصوا الشهري وغيره وغيره وغيره. فبالتالي اليوم انا مع الشعارات هذيا، ولكن بطريقه واقعيه. اليوم اللي يحكم في العالم هما البراغماتيزم. الشعبويه هذيا موجوده في العالم كامل وفي دول اوروبيه شفناها، ولكن ما تمثلش خطر. علاش؟ لانه لي انستيتيوشن سون سوليد، المؤسسات قويه. في ايطاليا جا ولا سينكويستيلي وغيرهم، في تونس المؤسسات بعد الثوره مازالت تجربه فتيه، ومازالت مؤسسات ماهيش بالطريقه هذه. والشعبويه القديم في الاصلاحات فيه مشكل زاده، ثم بطء هاو باش يواجهوا الاصلاحات، وهذا ماهيش سهل. يلزم معناها لا كوندويت دو شانجمون، يلزمها تفسير وبيداغوجيا، ومش شعارات نتاع معناها وعود كاذبه وزائفه الاسم. يوسف الشاهد، نختم معك بسؤال. منذ قليل قلت انه نبيل القروي يهاجم في يوسف الشاهد، خلينا نفهموا منك عنده معاك عركه شخصيه، وشنو هي اسبابها اذا كان موجوده؟ انا ما عندي معاه حتى عركه شخصيه. نبيل القروي انا اخر شفته معناها في 2016 اعتقد، بعد بضعه اسابيع وقتها كان توفى ولده جاني، وبعد كان عنده مراجعه جبائيه، وهو اعتقد للحكومه هذه، ثم بعد التثبت توضح للحكومه السابقه هي اللي عملت له المراجعه هذه. معناها وقتها عن طريق رئيس البيجي قائد السبسي قبلته، معناها قال لي معناها فسخ لي المراجعه، قلت له هذايا غير ممكن، نجموا نعملوا ريشلونمون والى اخره، دونك انا رفضت هذايا، انتهى الوقت هذايا. فا اوكي، وما عنديش ما نعرفوش معناها خاطي هذا اخر مره شفته عندي 3 سنوات. شكرا لك يوسف الشاهد رئيس حركه تحيه تونس على حضورك معنا، شكرا لك نجي زعيري، يعطيك الصحه حبيب بوعجيله، شكرا لكم انتم على حسن المتابعه، غدوه جدد المواد في عندي بونا في نفس التوقيت على قناه التاسعه، صحه لخير نسيكم.